ببارك للرجالة والجهاز الفني والإداري والطبي ومجلس الإدارة كلهم طبعا ألف مبروك الفوز النهاردة. بس دي خطوة من الخطوات الجاية، دي كانت خطوة مهمة وصعبة. الحمد لله يا دي رجالة النادي الأهلي ودي اللعيبة كلها بتتحط في مواقف كتير صعبة زي دي، الحمد لله بنركز كلنا مع بعض وبيبقى كلنا مع بعض إيد واحدة بنقدر نتخطى المواقف الصعبة دي، ودي مش أول مرة تحصل معانا. فالحمد لله طبعا ببارك لهم، إن شاء الله ديت ما تكونش نهاية الرحلة بإذن الله، وعندنا لسه كتير إن شاء الله جاي. سلبيات بتحصل لازم نعالجها في التمرين، نحسن الايجابيات بتاعتنا. الحمد لله طبعا اللعيبه كلها بنتكلم مع بعض في الماتشات اللي زي دي، رجاله ماتش صعب بيبقى كل واحد عارف اهميه الماتش عامله ازاي، وفعلا كانت اهميه الماتش صعبه، بس الحمد لله كلنا بنقعد مع بعض وبنتكلم كلعيبه او جهاز فني، طبعا بنطبق اللي مستر بيتس بيقول لنا عليه كله، بنشوف هنهاجم الفرقه ازاي، بنذاكرهم كويس سواء هجوم او الدفاع، فكل ده طبعا الحاجات دي بتفرق معانا التفاصيل الصغيره دي. فالحمد لله طبعا ده توفيق من عند ربنا، وباذن الله مزيد من اللي جاي ان شاء الله. الملاعب الترتان دي معروفه، احنا جينا كذا مره هنا لعبنا فريق الكونغو او مازيمبي، فمعروفين الملاعب بتاعتهم ترتان، الكوره بتبقى معروفه بتنزل التوب بتاعها، في حاجات كده تفاصيل صغيره احنا بنبقى حافظينها في التمرين كمان بنشتغل عليها. فلا التحضير للماتش كان من بدري، وطبعا ده توفيق وكرم من عند ربنا ان الجو النهارده كان كويس، فده ده دي حاجه الحمد لله توفيق من عند ربنا جالنا كده. حتى لو الجو كان وحش احنا جايين وعارفين ان الجو هنا عامل ازاي، اتمرنا اول يوم هنا في الجو كان صعب، فده توفيق من عند ربنا طبعا، بنحمد ربنا وبنشكره طبعا اللي هو وفقنا النهارده والجو كان كويس معانا وساعدنا طبعا، دي حاجه من الحاجات اللي حصلت كويسه. فلا الحمد لله بشكر الرجاله بتاعتنا كلهم، ان شاء الله ما تكونش دي نهايه المطاف ان شاء الله. طبعا بيحط عليا مسؤوليه كبيره ان انا طبعا ما اقلش عن كده، ولا ده انا اشتغل تاني واطور من نفسي اكتر واكتر عشان ما انزلش من نظر حد لا. وبعدين النهارده انا بشكر زمايلي كلهم اللي هم كانوا كلهم معايا وكلهم رجاله والله العظيم، مش انا بس النهارده، كلهم رجاله وكلهم كان قلبهم على قلب الراجل واحد وعلى قلب الفرقه. فالحمد لله طبعا بشكر الرجاله، بشكر الجمهور طبعا، وببارك لهم بقول لهم الف مبروك، وان شاء الله نوعدكم بالعشره ان شاء الله.